صباح الخير عليكم مشاهدي شبكة أنتي أن، وحلقة جديدة من نهارك سعيد، حلقة يوم الثلاثاء 5 يناير. وطبعا اليومين اللي فاتوا في أحداث بتتصاعد بشكل كبير جدا في الوطن العربي، أكيد كلها ليها تأثير على مصر بشكل خاص وعلى المنطقة العربية بشكل عام. النهاردة هنحاول إن احنا نغطيها على قدر الإمكان. صباح الخير أول يا سارة، بس قبل ما ندخل في التفاصيل اللي داخلة فيها دي. صباح النور يا مايو، صباح الخير على كل الناس اللي صاحي بدري بتشوفنا النهاردة في نهارك سعيد يوم جديد إن شاء الله. النهاردة هيكون معانا عدة فقرات زي ما مي قالت، أكيد ليها علاقة بالحياة، بالأحداث اللي بتحصل عموما حوالينا في المنطقة. وهنخصص النهاردة فقراتنا عن طبعا البرلمان، وأكيد هيبقى فيه فقرات اجتماعية. أولى فقراتنا هي فقرة الصحافة، سرد سريع لأهم المنشطات والعناوين الصادرة صباح اليوم. هيعلق عليها ضيفنا اللي هيكون موجود معانا في الاستوديو، وهو الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ محمد السنهوري. طيب، استلام مصر مقعد غير دائم في مجلس الأمن مش للمرة الأولى، قبل كده كان ليها أكتر من مرة مقعد، ولكن آخر مرة كان من 20 عام، فبعد فاصل طويل جدا بترجع مرة تانية مع الأحداث المتطورة بشكل كبير جدا في المنطقة. مصر هيكون ليها مقعد بمجلس الأمن. أستاذة مي سمير هتكلمنا على أهمية الموضوع الجديد ده، هيكون عامل إزاي وإيه أكتر الموضوعات أو أهم الموضوعات اللي مصر ممكن تطرحها في مجلس الأمن في الفترة اللي جاية. هنناقش كمان النهاردة في فقرة من فقراتنا نهارك سعيد الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي. بتهيألي إن إحنا في الوطن العربي عموما يعني عندنا كده نظرة مختلفة لأي مريض نفسي، يعني بنعتبره أحيانا نقول عليه مجنون لو هو بيروح يتعالج أو حاجات زي كده، يعني نظرة سلبية جدا جدا ملهاش أي علاقة لا بعلم ولا بمنطق ولا بأي حاجة. فخلينا نتكلم عن الوصمة الاجتماعية اللي بتلاحق المريض النفسي أو المرض النفسي عموما مع الأستاذ أو الدكتور عبد الهادي عيسى، هو أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بكلية طب الأزهر. نبتدي معاكم كالعاده بفقره الصحافه، استاذ محمد السنهوري هيكون ضيفنا في اول فقره. في كمان معانا فقرات ثانيه، في معانا النصب التذكاري لمحافظه القليوبيه، هيكون فقره مهمه جدا لانه يعني جامعه بنها كلفت بقى ولا دي تمت تحت مسابقه معينه. ده اللي هنعرفه النهارده من الدكتور ياسر محمد سهيل، وهو عميد فنون تطبيقيه جامعه بنها. وهنتكلم كمان مع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دكتور محمد علي عبده، وتغطيه عامه عن البرلمان و 28 نائب اللي تم تعيينهم، والاجتماع المفترض اللي هو هيقام يوم الاحد القادم ان شاء الله. كل ده هنتكلم فيه النهارده بتفاصيل في نهارك سعيد. فاصل ونبتدي معاكم اولى فقراتنا.